في نهى بتسأل لبنت خالتها اللي يعني عملت زي احتالت كده على حد وخدت مبلغ، وانها قالت له هشغله ومش هشغله وبتاع، وهي كانت حامل وهي عندها 29 سنة وتحامل في توأم وتوفيت أول أمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم أمين يا رب العالمين. فبتقول دلوقتي الوالد والدها ووالدتها مش ما عندهمش القدرة على السداد، ليها في قرايبها ناس عندهم القدرة، فهل هي ستؤاخذ أو تأسم على هذا الدين؟ طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يتجاوز عن هذه المتوفاة ويسامحها، لكن نبقى عارفين خطورة حقوق الغير، حقوق الخلق دي من أخطر الأمور اللي الناس للأسف كثير من الناس بيتهاون فيها. الدين لا يسقط إلا بالوفاء، إن أنا أرجع الحاجة اللي خدتها، وبالذات كمان إنها أساسها مش دين كده، دي أساسها إنها احتالت عليه بغرض استثمار المال، ولم يكن استثمارا ولم يكن ذلك تجارة، إنما يحتالت تاخده أو عملت حيلة وخدت الفلوس. فلا بد من القيام بالوفاء بالسداد، او ان احنا نطلب من صاحب الدين انه يسامحها ويسقط حقه في ذلك، وان هم يعني قدر طاقتهم اذا استطاعوا ان هم يسددوا. لكن احنا طبعا ننصح بالسداد عنها ما استطاعوا الى ذلك سبيل، وان احنا نطلب نقول له احنا هنجتهد ونحاول انه نسدد قدر طاقتنا، وفي نفس الوقت نطلب المسامحة من صاحب الدين. المسألة دي خطيرة، ومواقف بنمر بيها في حياتنا مثل هذه، السعيد من اتعظ بغيره كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان ما يحطش نفسه في مواضع أنه بيحمل أمانات ويبقاش هو عنده القدرة على السداد، أو أنه يحتال على الناس تحت أي دعوة أو تحت أي عذر أو تحت أي سبب. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.